السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان؟ اليوم بناتي غنحضر معكم واحد الشنيك، راه كيجي زوين البنات بحال ديال المخبزات، كيجي خفيف. بسم الله على بركة الله. غادي نشد واحد الكاس، غادي ندير فيه الخميرة، المهم الخميرة على حسب الجو. انا غندير دابا جوج معالقات ديال الخميرة، وغادي نكب عليهم شويه ديال الماء دافي، وغادي نحركهم مزيان. درنا شويه سنيده، واحد القبيصه ديال سنيده، نخلي ديك الخميره دير لينا مع سنيده، نخليها على جنب. هادي عندي شويه ديال الزبده، غنخليها حتى الاخر. هاد الشنيك البنات راه كيجي مرق بلا توريق، بلا زبده التوريق. عندي شويه الفاني، عندي بيضه، غندير غير البيض، والصفر حتى غندهن به. هاد الصفر كنخليه على جنب تندهن به الوجه. غادي ندير الحليب، الحليب يكون دافي، ما يكونش بارد من الثلاجة. ندير كاسونز ديال الحليب، قبيصة ديال الملح ضروري خاصها تكون، واحد جوج معالقات ديال الزيت، ندير سنيدة، نزيد شويه الفاني. المهم الفاني عين ستم لينا وصافي، واللي ما بغى اللي ما عندوش الفاني واللي ما بغاش يدير الفاني يدير قشر ديال حامضه، حتى القشر ديال الحامضه كيجي بهم زوين. صافي، ونزيد هاد الخميره. نحركو مزيان تيتخلط لينا الخميره تدخل وسط الحليب ووسط داك الخليط. صافي، نبقى نزيد الطحين شويه بشويه تتجمع لينا العجينه، تكون رطبه شويه ما تكونش قاصحه. ونبقى بهذه الطريقة تتجمع لي العجينة. من بعد ما تجمعت لي العجينه نزيد وسطها هاد الزبده، نبقى عليها بشويه بشويه حتى تدخل لينا الزبده وسط العجينه. هذيك الزبده البنات راه هي اللي كترطبها لينا وكتهششها بلا ما نورقوا، بقاو عليها غير شويه بشويه حتى كتدخل الزبده لداخل.
هانتوما البنات من بعد ما تجمعت ليا العجينه غادي نديرها في هاد الطويصه وغادي نسد عليها وغادي نخليها حتى تخمر ليا تطلع فيها الخميره. هانتوما البنات من بعد ما خمرت لينا العجينه انا درتها في هاد الطويصه. هانتوما العجينه خامره ورطبها بالطريقه البنات راه احسن من ديك داك التوريق وعاد تجيب زبده التوريق هذه راه ساهله حتى الشنيك راه كيجي بها رطب وزوين راه ما نقول لكمش عليه كيفاش كيجي. هانتوما خرجوا هذاك الهواء ديالها صافي ندير دار شويه ديال الطحين ضروري من الطحين باش ما تلصقش لينا نحاول نقادها مربعه صافي ونبقى بهاد الطريقة تنقادها نحاول ولا مكانش الطحين باش متلصقش لينا ولكن راه لجينا رطبة راه مغتلصقش غير تندير الاحتياط وصافي. كندهنها بشوية الكونفيتير شويه ديال القرفه هاد القرفه حتى هي كتعطيها واحد المذاق زوين وكندير شويه ديال الشوكولاط اللي بغى يدير الزبيب حتى هو كيجي حتى الزبيب كيجي به زوين بغيت ديرهم بالزبيب تيجيو زوينين ولا الفروي ولا اللي بغيتو اولا الشوكولاتو والقرفه صافي وكندلوي كندلوي بهذه الطريقه ساهله التلويه مع العجينه مرخوفه ومدلوكه كنجيبو البنات الخيط هاد الخيط البنات راه اللي كنحيد من الخنشه ديال الطحين انا راه ما كنلوحوش كنخليه كنستعمل به بزاف ديال الحوايج لا كان دجاج ولا نسد به الفروج ولا الحوت المهم انا غندير هاد الطريقه صافي كنبقى بهاد الطريقة حتى كن
ساهل. هاد الخيط البنات راه كيجينا احسن من الموس. هانتوما التقطيعه كيفاش كتكون بالخيط. هانتوما البنات غنبرك عليهم غير واحد الشويه بحال هكا صافي ونخليهم يخمروا. هانتوما البنات من بعد ما خمروا لينا ندير واحد البيضه ندهنهم بيها. صافي ندهنهم ندخلهم الفران.